المسائل كلها. فكل ده المنشأ ده تلاقي بقى ايه سبب التناقض في تصرفات الانسان، انه عمله يخالف اعتقاده، وعمله يخالف فهمه، وعمله يخالف علمه. كل ده منشأه ايه؟ غلبة الشهوة عليه وسيطرة النفس عليه. ادي المسألة، لانهم اشتغلوا بالمباهاة بالعلم ولم يشتغلوا باستعماله، واشتغلوا بالظواهر ولم يشتغلوا بآداب البواطن، لأن الباطن لا يطلع عليه مخلوق، وهم أعمالهم للمخلوق لا للخالق. الباطن يطلع عليه الخالق، أما الظاهر فيطلع عليه المخلوق. لو تجملوا في باطنهم لله كما يتجملون في ظاهرهم للخلق لصاروا أولياء، فما بالك المطلوب أن يتجمل في باطنه أكثر، لأن الباطن محل نظر الله عز وجل. وإذا ما قارنا أحد مع الله فكأنك تقارن العدم مع الوجود. ولكن على أقل تقدير يهتم بباطنه كاهتمامه بظاهره، على أقل تقدير. والله لو تساوى الاهتمام بالاثنين يكون باطنه كظاهره، صار عالم عامل. حسن باطنه على ظاهره صار وليا. يبقى العامل العالم اللي هو اول النجاة ان يكون عاملا بعلمه، ان يستوي ظاهره مع باطنه. فاذا صلح الباطن اكثر من الظاهر صار وليا. لكن للاسف هم اهتموا بالظاهر وتركوا الباطن خربان، خربان بالعيوب. ادي المشكلة. واشتغلوا بالظواهر ولم يشتغلوا بآداب البواطن، فأعمى الله قلوبهم وقيد جوارحهم عن العبادات. أعمى قلوبهم عن النظر إلى ما يصلحهم في عاقبة أمرهم، فاهتموا بالعاجلة عن الأجل. يبقى ليس عنده بعد نظر، ليس عنده حكمة، فاهتم بعاجل اللذة على آجل اللذة. جنة عرضها السماوات والأرض لا تفنى ولا تبيد، باعها من اجل دنيا تفنى وتبيد واللذة فيها مختلطة بالالم. يبقى هو ده دليل ان هو ايه، ان هو مش فاهم خالص، ده دليل ان هو مطموس خالص. شوف سيدنا رسول الله يقول ايه، ركعتي الفجر خير مما طلعت عليه الشمس، مما طلعت يعني من الدنيا وما فيه، لان ثواب ركعتي الفجر باقي دائم مستثمر، وكل ما طلعت عليه الشمس فاني. يبقى فعلا افضل مما طلعت عليه الشمس، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأعمى الله قلوبهم وقيد جوارحهم عن العبادات. العبادات لان العبادات ثمرتها مؤخرة، وهو عايز الحاجة العاجلة، يريد العاجل، لان النفس عجولة، خلق الانسان من عجل. الآية بتقول كده، والإنسان إذا أطلق في القرآن يراد به الكافر. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا إلا، يبقى الإنسان إذا أطلق يراد به الكافر. إلا المصلين، يبقى دول خرجوا من إيه، من الإنسان. لكن الإنسان بغير إيمان يبقى كده عجول هلوع، يحب الشهوة السريعة العاجلة، يستغني عن الله باستغنائه بنفسه. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، فيطغى باستغنائه بنفسه. هكذا هو ده الإنسان. فالإنسان إذا ذكر في القرآن مطلقا يراد به الكافر. وعشان كده لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. إلا تجد تملي المؤمنين مستثنين من الانسان، انما لو سابوا بغير ايمان يرجع بقى انهم الا كالانعام بل هم اضل. فتملي كده لما تستطرق القران كله من اوله لاخره في كلمه الانسان تجد وصف للكافر وللنفس الاماره بالسوء. ثم ياتي الايمان يهذبها فترتقي وترتقي وترتقي الى مرتبه قد تفوق الملائكه، لانه هداه النجدين سبحانه.
لأنهم اشتغلوا بالمباهات بالعلم ولم يشتغلوا باستعمالها، أي بالعمل بمقتضاه، من أجل الله، لا من أجل أن يقال أنهم علماء عاملين، بل من أجل الله. واشتغلوا بالظواهر ولم يشتغلوا بالبواطن، فأعمى الله قلوبهم عما فيه مصلحتهم الأخروية الآجلة الباقية، فاهتموا بالعاجل لأنه عاد لحقيقته الأولى أنه عجول. أما الإسلام والإيمان والإحسان يجعله ينظر بعين الحقيقة إلى الأمور على حقيقته، فيجد أن الدنيا غطيت بالفناء وأن الدنيا عليها مسحة الفناء، فلا يتطلع إليها بل يعرض عنها. ولك في رسول الله أسوة حسنة، حيث عرض عليه صلى الله عليه وسلم أن تكون الجبال له ذهب وفي يد غيره تراب، أبى صلى الله عليه وسلم، وكان يمر بالرغم ذلك عليه الشهر والشهران لا يوقد في بيته نار، وكان يحمد الله، وكان يسأل الله أن يكون قوته، أن يكون رزقه كفافا أو قوتا، يعني وجبة وجبة، يعني مش محتاج تلاجة ولا نملية ولا أوضة خزين، يعني وجبة وجبة، اللي يجي ياكله ما يتشالش حاجة لأن ما تبقاش حاجة. أنت تقدر تطلب الطلب ده؟ تخاف، تخاف والله، والنبي يطلبه وعارف أن دعوته مستجابة. ليه؟ لأنه نظر بعين الحقيقة أن الدنيا عليها مسحة الفناء، الدنيا عليها مسحة الفناء. النبي إذا وجد الذهب في بيته كان لا يستطيع أن ينام، وأنت إن لم يوجد عندك رصيد لا تستطيع أن تنام، حالك مختلف. إن كنت مفلس لا تستطيع أن تنام، امتلأ الجيب اطمأن القلب فنامت العين، هكذا حال الإنسان المعتاد. أما النبي فحاول أن ينام مرة من المرات، فجلس ونام وجلس، وجد أن النوم مش عايز يجيله كالمعتاد، هو متعود يحط دماغه ينام، تنام عين ولا ينام قلب. فقال مالي، قعد بقى يفكر ايه جرى، ايه النهاردة، ايه الارق اللي جالي ده. فتذكر انه عنده قطعة من ذهب الصدقة وضعها في البيت ونسي ان يتصدق به بسبب مشاغل، فاول ما تذكر عرف ان هي دي اللي قلقته عن النوم، قام خدها وطلع تصدق بيها، رجع نام. شوف حال النبي مختلف، لانه نظر بعين الحقيقة ولم ينظر بعين الشهوة والرغبة والطمع صلى الله عليه وآله وسلم. ومن كلامه في الهامش العبارة تعرفها العلماء، والإشارة تعرفها الحكماء، واللطائف تقف عليها السادة النبلاء. العبارة يعني العالم بيقف على حد العبارة ومقتضاها، ده العالم. لكن الحكيم يشوف ان العبارة معناها واضح، لكن هي تشير لايه من بعيد، يقوم يفهم الاشارة، واللبيب بالاشارة يفهم، وبعدين من وراء الاشارة لطائف، هو بيشاور لك ليه، اكيد في لطيفة، لطيفة اخفى من الاشارة. زي مثلا سيدنا الشبلي كان ماشي في السوق، فالرجل بيقول الخيار بدرهم، كل الناس تفهم ان كيلو الخيار بدرهم، خلاص دي العبارة. طب والإشارة؟ الخيار بمعنى الأخيار. واللطيفة إذا كانوا الأخيار بدرهم يبقى الأشرار بكام؟ فهمت إزاي؟ أدي معنى، هي عبارة، هي يفهمها ده ويفهمها الحكيم. وعشان كده أول ما سمع الخيار بدرهم فقال له طب والأشرار بكام؟ إذا كان الخيار يعني الأهل الفضل بدرهم هيبقوا الأشرار بكام؟ وزي برضه ما سيدنا عبد الله التستوري سمع واحد يقول زعتر بري، زعتر بري بينادي في السوق، فسمعها اسعى ترى بري، زعتر بري زعتر بري، سمعها اسعى ترى بري اسعى ترى بري، يبقى يفهمها بالإشارة. وهكذا، وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ علي وأش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. عبارة واضحة كل الناس تفهم،
لكن فيها إشارة إن الله سبحانه وتعالى أراد أن يبين لسيدنا موسى أنه أن كل رأس ماله هذا وهي تسمى دنياه وكل ما يملكه هي عصاته، لأنه ترك مصر وخرج معه عصاية بس لا يملك إلا هي، فده كل رأس ماله، كل ما يعتمد عليه في الظاهر هي العصا. فأراد أن يسأله عما في يمينه، أي ما يعتمد عليه، فقال هي عصاية، ففهم العبارة، فأراد أن يدربه الله إلى الإشارة، فقال ألقها يا موسى، فألهاها حية، فعرف أن إذا اعتمد على غير الله يكون في حقيقته حية، تعضه فيخاف منه، فيبقى أشار إليه بإشارة مختلفة، أنك إذا اعتمدت على غيري وكلتك إليه فصار كالثعبان يسمك ويضيع حياتك، ولذا خاف لما لقاها على حقيقتها، فلما عرف وخاف فقال له ايه؟ خذها ولا تخف، خلاص بقى طالما عرفت حقيقتها خدها في ايدك مش هتدخل قلبك تاني، هكذا الدنيا. يبقى العبارة يفهمها العلماء، والإشارة يفهمها الحكماء، واللطائف يفهمها النبلاء الأولياء، وهكذا. فكل حاجة فيها هذه اللطائف، زي سيدنا الإمام الشافعي مثلا كان ليه لطائف في الفقه، دول ليهم لطائف في الأداب، الإمام الشافعي له لطائف في الفقه أيضا. يعني مثلا سئل الإمام الشافعي عن أقصى مدة الحيض للمرأة فقال 15 يوم، فسألوه قال لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول النساء ناقصات عقل ودين. فلما سئل عن السبب نقصان الدين قال تمكث إحداكن شطر عمرها لا تصلي، شطر عمرها يعني نصف عمرها، يبقى أقصى مدة حيض 15 وأقصى طهر 15. شوف جابها منين، مع أن الحديث مش في الموضوع ده خالص. آدي معناها الإشارات. ثم بعد ذلك سأل إن القوابل، النساء القابلات ونساء عصره، فوجد فعلا أن أقصى مدة حيض للمرأة المعتادة وصلت إليه في عصره 15 يوم، فوجد أن هي توافق الإشارة اللي في حديث النبي، مع أن حديث النبي لم يأتي في أقصى مدة الحيض، ده أتى في مسألة تانية. فهذه اللطائف يفهمها الحكماء، والإشارات يفهمها، دي بتبقى إيه؟ بنور بصيرة. لكن اللي تلاقي أنت الحديث واحد يسمعه، وعشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ رب مبلغ أوعى من سامع، رب مبلغ أوعى من سامع، لأن المبلغ يدوب وقف على العبارة احفظها، يجي السامع يطلع من العبارة الإشارة واللطائف والأحكام، خدت بالك؟ وهكذا. وقال علامة الصبر ترك الشكوى وكتمان الضر والبلوى. انت بقى قيس نفسك، انت بقى بتقول انا بصبر على قضاء الله، طيب لما تأتي الشدائد، لما تأتي الشدائد بتترك الشكوى ولا لا؟ ان كنت تترك الشكوى تبقى صبور، إن كنت بتملأ الأرض شكوى تبقى لسه. فهو عايز يشخص لك مرضك، هل أنت عندك جزع ولا عندك صبر؟ المطلوب من الإنسان إن بعد مقام الإيمان مقام الصبر، وبعد مقام الصبر مقام الرضا، وبعد مقام الرضا مقام إيه؟ المحبة، وفي أثناء هذا كله هو التوكل. فكيف تتحقق بالمقامات دي كلها؟ فلازم بقى تشخص حياتك، انت في اي حتة، انت في سنة كام ايمان، هل انت ترقيت في المقامات ووصلت لمقام التوكل والرضا والمحبة بعدما كنت وتحققت بمقام الصبر الذي قام على اصل الايمان، ولا انت لسه ما زلت بتتردد في مهاوي مقام الجزع الذي هو قبل مقام الصبر أصلا؟
فهمت ازاي؟ حتى لا تقول انك من الرجال، فان كنت فقل انك من العيال، لا يضر، لان بداية العلاج اولا التشخيص، تشخص الداء اولا، تشخص الداء، فلو شخصت الداء تبدأ علاج نفسك بقى. لكن طول ما انت ماشي كده بلا تشخيص للداء كيف تعالج وكيف تصف الدواء؟ وعشان كده الطبيب اللي مش شاطر، اللي ما بيعرفش يشخص الداء، يجي له المريض يعمل ايه؟ يكتب روجيتا وش وده، لانه ما شخصش مرض. فهو قال ده احتمال يبقى عنده كذا وعنده كذا وعنده كذا وعنده كذا وعنده كذا، يبقى انا هدي له دواء كذا وكذا 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 وكذا، يكتب له روجيتا وش وده لانه ما شخص. طب روح للطبيب الشاطر يكتب لك سطرين، وساعات كمان ما يكتب لكش علاج، يقول لك شوية نصائح ويقول لك متابعة بعد شهر. ليه؟ لانه شخص خلاص، عرف. طالما عرفت خلاص انت ايه؟ انت لقيت حريقة وانت راجل عندك فهم وعندك بقى براميل سوائل مائعة، منهم براميل مية، بس انت ما تعرفش ان المية تطفي النار، هتعمل ايه؟ هتطفي بكل البراميل دي، يوم يجي برميل بنزين، ما هو انت مائع بقى قدامك، هم قالوا لك ان النار دي تطفيها الموائع، تروح جايب البنزين تروح طافي بيه النار تزود النار. كذلك الانسان اللي هو بيمشي بغير بصيرة في امراض نفسه، تبص تلاقي بقى ما عندوش، عنده المرض ومش عارف علاجه، فيعالجه بحاجة تزوده، يعالجه بحاجة تزوده. يعني هو عنده جزع وعدم صبر مثلا، يقوم مش يحاول بقى يردي نفسه بقضاء الله، لا، يقوم يجزع اكتر، فينظر لمن هو في حال العافية مش في من هو دونه حتى يتصبر، لا، ينظر لمن هو في حال العافية فيقول كل الناس كويسة لنا، يقوم يجزع اكتر، يقوم زي اللي جاب بنزين مع نار، هيعمل ايه؟ هيشعل النار الجزع في قلبه، يقوم يصل لدرجة الكفر بنعمة الله. لكن لو تذكر نعم الله عليه في السنين الماضية، يراجع نفسه، انت عمرك كم سنة؟ يقول 40 سنة. ربنا سترك كم سنة في 40؟ يقول كلها. طيب وشد عليك شوية قد ايه؟ بقاله اسبوع بس. طيب يا اخي، يعني 40 احسان ده مش قادرين يبقوا خير رصيد ليك تستحمل شدة اسبوع؟ يقوم يتحمل، يقول اللي احسن الي في السابق يحسن الي في اللاحق، واصبر. فهمت ازاي؟ لكن يبقى الحاجة ليها علاجات. واحد ما عندوش حلم، عنده سرعة انتقام، يحب اول ما حد يضايقه، ما هو مقام الحلم ده مقام عالي، ما هو انت مش هتصل الى الله الا بتحقق هذه المقامات. ما تفتكرش طول ما انت بتصلي وقلبك كله غل، طول ما انت بتصلي وقلبك كله حقد، طول ما انت بتصلي وقلبك كله تعلق بالدنيا وبالشهوة، اعرف انها مش مقبولة، تسقط الفرد لكن لا قبول منه. انما اتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي ولم يستطل على خلق وقطع النهار في ذكري ورحم الارملة والمسكين، مش الحديث المعروف؟ يبقى الصلاة قد تكون صحيحة فقها، مسقطة لعهدة الفريضة، لكنها غير مقبولة عند الله لأمراض كثيرة في القلب، فعليك أن تعالج، وإلا هتلاقي نفسك مزداد حجاب عن ربك وتعيش حياة ضنك، لأنك مش متحمل حاجة، كل ما يجي حاجة في الدنيا تخليك باستمرار معترض، باستمرار معترض. فإيه بقى تعريف الصبر؟ اللي هو أول مقام على فكرة بعد مقام التوبة، مقام الصبر. يعني في حاجة اسمها الأول اليقظة، إن الإنسان كان غافل عما خلق من أجله، غافل عن ربه، فيتيقظ، يجي له اليقظة، يقوم أما يتيقظ يقول لا، ده أنا لازم بقى أستعيد اللي فاتني. أول ما يتيقظ يتفكر، يتعظ، يتوب، يجد ان التوبة بتقتضي الاقلاع والندم والعزم على عدم العود، يعني الصبر على عدم العود، فيخش في مقام الصبر على طول.
فالتوبة تدخله في مقام الصبر مباشرة. فهمت ازاي؟ طيب دخلت مقام الصبر، اول خطوة فيه، ده مقام واسع قد تسافر فيه عشرات السنين ولا تقضي ولا ينقضي، تفضل لسه ما تعدتش مقام الرضا، وان كان هذا المقام مقام عالي لكن فيما هو اعلى منه. فايه بقى علامة الصبر يا سيدي عشان تشخص دائك؟ ترك الشكوى. اول حاجة ترك الشكوى، اقعد مع الناس تلاقي كلها شكاوى، كل الناس شكاوى، فكل الناس في جزع، والجزع يؤدي الى الشدة والاحساس بالضنك والاحساس بايه؟ بعدم السعادة. لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ان الله بقسطه وعدله جعل السعادة في الرضا واليقين وجعل الشقاوة في السخط والضجر. شفت الكلام بقى الجميل؟ يبقى الشقاء في السخط والضجر، مش في قلة الاموال ولا في قلة الضياع ولا في قلة المناصب، زي ما الناس حريصة على الاموال والضياع والمناصب وتحصيل ذلك، فالسعادة ليست بتحصيل ذلك، السعادة في الرضا واليقين والشقاء في السخط والضجر. يبقى اول سلم السعادة هو الصبر بترك الشكوى، وبعدين اظهار ما انت فيه من شدة للناس، يبقى شكوى بالايه؟ بالحال لا بالمقال. هو عايز يقولك تترك الشكوى بالحال والمقام والمقال، لا تقول بلسانك ولا يظهر حالك انك انت في ضر، علشان لا يبقى حالك الناس تتصعب عليك ولا تبقى انت بلسانك بتتكلم. عشان كده شوف العلماء تعرف على طول ان العلماء دول علماء ينظروا للامور بعين الحقيقة لا بعين الشريعة فقط، لان اللي ينظر بعين الشريعة فقط يكون محجوب بالاحكام لا بمقاصدها وحقائقها، لكن لازم تنظر بعين الشريعة والحقيقة حتى لا تحجب عن مقاصد الامور وحقائقها. علامة الصبر ترك الشكوى أي بالمقال، وكتمان الضر والبلوى أي بالحال. شفت بقى الكلام؟ يبقى اللي عنده الحكاية دي يبقى ده بقى عنده صبر، دي البداية بقى. والصبر أنواع بقى، في صبر جميل، في صبر لله وبالله ومن الله وإلى الله وفي الله، أنواع كتيرة وكلها محمودة إلا الصبر عن الله هو المذموم. فدي أنواع بقى، يعني الصبر ده خش فيه بقى مقام كده تقعد تسلك فيه سنوات من عمرك، شغلانه كبيره. ها؟ الصبر عن الله ان الانسان يصبر على الحجاب، ده هو ده المحجوب، انه يظل في شهواته وفي غيه محجوبا عن الله، هو ده المذموم. ومن علامات الإقبال على الله تعالى صيانة الأسرار عن الالتفات إلى الأغيار. الأغيار هي كل ما سوى الله، كل ما يتغير يبقى حادث، وكل حادث يبقى سوى الله، يبقى علامة الحدوث هي التغير، علامة الحدوث هي التغير، وعلامة القدم هي الدوام. وعشان كده من أسمائه دائم باقي، من صفاته دائم باقي، لا يزول لا يتغير، لأن القدم هكذا، القدم يقتضي عدم التغير والحدوث يقتضي التغير. ومن علامات الإقبال على الله تعالى صيانة الأسرار عن الالتفات إلى الأغيار. والسر هو ما بطن في الروح لا في النفس، يعني هو أدق من النفس وأدق من الروح، فالنفس لبها الروح والسر لب الروح. واضح؟ والنفس مجموع العقل مع الجسد وشهواتها،
فادي المسألة عايزة الإنسان يدقق الأمور داخل نفسه وينشغل بعيوب نفسه عن عيوب الناس، لأن أنت قاعد مشغول، ده دمه تقيل وده وحش وده كذاب وده أونطاجي، طب وأنت إيه؟ وأنت إيه؟ انشغل بنفسك الأول. قاعد تتكلم على الناس كلها، طب ما أنت من الناس، انشغل بعيوب نفسك قبل الناس، وارحم الناس بالستر العاصي، بالشفقة عليه، بالنصح له، بالدعاء له، واشغل نفسك بإيه؟ بإصلاح نفسك. ومن علامات الإقبال على الله تعالى صيانة الأسرار عن الالتفات إلى الأغيار، وأحسن العبيد حالا من رأى نعمة الله عليه بأن أهله لمعرفته، وأذن له في قربه، وأباح له سبيل مناجاته، وخاطبه على لسان أعز أنبيائه، ثم بعد ذلك عرف التقصير عن أداء شكر الله في ذلك كله. يبقى أحسن العبيد مع الله اللي هو يرى نعمة الله بأن أهله لمعرفة نعمته، إنه جعلك أهل كده أنك ترى نعمة الله في الأشياء وفيما أعطاك وفيما أقامك، دي أكبر نعمة، لأنها صارت نعمة موصلة إلى المنعم لا ملهية عن المنعم. ومش كده وبس، فلما يجعلك تنظر إلى النعمة أنها من المنعم يلهج لسانك بالشكر للمنعم لا بالانشغال بالنعمة عن المنعم، فيأذن لك في قربه بذكره، وأباح لك سبيل مناجاته بدعائه والتوجه إليه، وخاطبه. مش كده وبس، ده كفاية نعمة ربنا عليك ان ربنا لم يخاطبك. انت مش من الناس بيقول لك خد الحكمه من افواه المجانين؟ يعني ممكن تسمع الحكمه من واحد مجنون وتلاقي كلام صح وتستفيد بيه، لكن ده ربنا ما كلمكش بافواه المجانين، ده ربنا خاطبك باعز انبيائه واشرف خلقه. شوف اكبر النعم، كان ممكن يخليك تتلطم في الدنيا والمواقف هي اللي تعلمك، والانسان بكثره الخطا والصواب يتعلم، مش كان ممكن يعلمك بالطريقة دي؟ لا، وفر عليك ده كله. هو ما بعتلكش انسان اي انسان، بعتلك الانسان الكامل هو اللي يكلمك. شوف قد ايه النعم. وعشان كده ربك بيقول لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم، يعني دي منة كبيرة ونعمة كبيرة. كان ممكن يبعتولك ملك، تعرف تكلم الملك هتترعب، ولا تعرف تشوفه ولا تسمعه، ولو شفته هتخاف لاختلاف الخلقة، والإنسان بيأنس بجنسه، فربنا بعته لك من جنسك ويتكلم بلسانك وفي صورة خلقتك، وهو أشرف خلقي وأجل خلقه، جعلهم من أجلك، بعتهم من أجلك. إيه ده؟ إيه النعمة الكبيرة دي؟ فلما تستشعر هذه النعمة، وعشان كده سيدنا أبو الحسن الشاذلي في بداية شبابه كان يستعجل الفتح، ان ربنا يفتح عليه بقى ويعلمه، يفتح عليه علوم الحقائق والغيوب، لان العلوم ثلاث انواع: علوم الشريعة التي تقوم على الادلة وغيرها، وده علوم للعامة والخاصة، وعلوم الحقيقة دي علوم الخاصة بس اللي هي مقاصد الامور وحقيقتها، وبعدين في علوم الغيب دي خاصة بالانبياء والرسل وقلة من الاولياء. فالعلوم الفتح ان ربنا يعرفك علوم الحقائق على أشياء على حقيقتها، فتنظر إلى الأشياء على حقيقتها، فتخترق الدليل إلى المدلول، فترتقي من علم اليقين إلى عين اليقين. فعلم الحقيقة هو عين اليقين، وعلم الغيوب هو حق اليقين، والعلم الشرعي هو علم اليقين. فالفتح إنك ترتقي من علم اليقين إلى العلوم الأخرى. فكان سيدنا أبو الحسن الشاذلي كان في بداية شبابه، الشاب عجول، أي شاب كده عجول، يخلو بنفسه في العبادات ويجتهد يجتهد ومستني الفتح، مفيش، مستعجل. فجاءه في الرؤية هاتف يقول له: لن يفتح لك حتى تكون عبدا شكورا. فقال: كيف أكون عبدا شكورا يا رب العالمين؟
هو جاله الهاتف ده شعر ان ده هاتف من الله. قال: ألا تشعر أن هناك منعما غيرك في الأكوان؟ إذا استشعرت إن مفيش حد منعم قدك، عارف أنت بالطريقة المصري يقولك مفيش غيري على الحجر، مفيش على الحجر غيري، يعني بتدلع آخر دلع، واخد بالك؟ يعني ألا تستشعر أن هناك منعما غيرك في الأكوان. فقال: كيف يا رب ذلك ومن عبادك الأنبياء والرسل؟ دول منعمين بالنبوة والرسالة. فقال: إنما أرسلتهم من أجلك. يبقى أنت منعم أهو، ده أنا أرسلت كل دول عشانك أنت، يبقى في نعم أكتر من كده؟ وأدي المعنى اللي هو عايز يبرزه هذا الشيخ لك. وخاطبه على لسان أعز أنبيائه. لما تعرف ده كله تجد أنك أنت مقصر في شكر الله عز وجل مهما عملت، تقوم تستحي أن تستعمل النعمة فيما يغضب الله، لأن بداية الشكر هو استعمال النعم فيما يرضي الله، بداية الشكر. فإذا شكرت بهذه الطريقة زاد الله لك في النعم، ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ربنا يدي لك العافية، يوم يستعمل العافية في إيذاء المسلمين، يوم ربنا ينزع العافية لأنك كفرت بالعافية، لم تؤدي شكرها. وعدم أداء الشكر للنعمة هو كفران للنعمة. فأول الشكر هو استعمال النعم فيما يرضي الله، فإن فعلت زدت فيها، ولئن شكرتم لأزيدنكم. ومنهم الفاتحة لروح سيدنا أبو محمد عبد الله بن محمد الرازي الذي قرأنا سيرته الآن. أعوذ بالله من الشيطان. ومنهم أبو عمرو إسماعيل بن نجيد الفاتحة لروحي وروح مشايخي وتلامذتي ومريدي ومحبيه ومن قرأ عنه والحاضرين ووالدينا ومشايخنا وعلمائنا. أعوذ بالله من الشيطان. اللهم امدنا بمددهم وانفعنا بهم وبذكرهم وببركتهم واجعلنا على قدمهم ولا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم واغفر لنا ولهم. أبو عمرو إسماعيل بن نجيد صاحب أبا عثمان ولقي الجنيد وكان كبير الشأن. بيقول هنا أخذ الحديث عن أحمد بن حنبل وأسند الحديث ورواه وكان ثقة، وسئل عن التوكل فقال أدناه حسن الظن بالله تعالى. بداية التوكل، ما هو التوكل برضو ده زي الصبر كده، مشواره طويل تمشي فيه، مش حاجة سلمة تطلعها تبقى حاجة لا، ده التوكل ده ممكن تعيش فيه 30-40 سنة من عمرك وتموت وانت فيه، ما تتنقلش في حاجة تانية، لان فيه بعد التوكل الثقة بالله اعلى. لكن التوكل ده مقام كبير. بدايته ايه؟ شوف بدايته اللي هي اول خطوة فيه، حسن الظن بالله. طالما عندك حسن الظن بالله يبقى كل ما اقامك فيه فيه خير لك، لان انت حسن الظن بالله لن يضيعك. فهمت ازاي؟ طالما انت عندك ثقة بالله تحسن الظن بيه، يبقى دي بداية اول خطوة في التوكل. والمتوكل الذي يرضى بحكم الله تعالى فيه، يبقى التوكل مع الرضا. ومن حكمه التهاون بالأمر من قلة المعرفة بالآمر. قلة المعرفة بالله بتستتبع التهاون بأمر الله. كلما ازددت معرفة إلى الله بالله، كلما ازددت خشية لله، كلما عظمت أوامر الله عز وجل. وقوله: من أظهر محاسنه لمن لا يملك ضره ولا نفعه فقد أظهر جهله. اللي يظهر محاسنه للخلق ويبطن مساويه عنهم ومساويه الباطنة محل نظر الله عز وجل، ده أكبر دليل على إنه جاهل بالله، قد أظهر جهل. وقال: الطمأنينة إلى الخلق عجز. الطمأنينة إلى الخلق عجز، لأنك أنت اطمأنيت للعاجز،
يبقى هو ده عين العجز. اطمأنيت للضعاف للعدم، يبقى هو ده عين العجز. آخر من مات من أصحاب أبي عثمان توفي بمكة سنة 66 و300. سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي رحمه الله يقول: سمعت جدي أبا عمرو بن نجيد يقول: كل حال لا يكون عن نتيجة علم فإن ضرره على صاحبه أكثر من نفعه. كل حال، الحال هو ما وقر في القلب في حال السلوك إلى الله. حالك إيه يعني؟ وقلبك فيه إيه؟ في ضجر تبقى ضجر، في صبر تبقى صابر، في رضا تبقى راضي، في ثقة تبقى متوكل، في محبة تبقى محب، في شوق تبقى واله، وهكذا على حسب أحوال. فالحال ده حسب ما وقر في قلبك أنت في إيه؟ في قبض تبقى مقبوض، في بسط تبقى مبسوط، وهكذا. كل حال لا يكون عن نتيجة علم، يعني تكون عالم بسبب هذا الحال وأوله وآخره، يكون ضرر أكثر من نفعه. ليه؟ لأنك أنت حتقنع به. يعني إذا أقامك الله وقد بسط عليك النعم، فانبسط قلبك وانشرح، فعلمت أن النعمة من المنعم تقتضي الشكر، فشكرت، زدت في حالك. لو لم يكن عالما بالأحوال ينشغل بالنعمة عن المنعم. أقامه الله في النعمة، فرح بالنعمة ونسي يشكر المنعم، لأنه وقف في الحال بغير علم، لم يرد الأشياء إلى أصلها، بل انشغل بالصورة عن الحقيقة. فهمت؟ أقامك الله في ضيق مثلا، ضائق، تنظر إلى هذه الضائقة، إيه مقتضى الضائقة؟ الصبر، عدم الشكوى، الرضا، حسن الظن بالله، يبقى ده علم. يبقى الحال ده مبني على علم يرقيك. طيب أقامك في ضائقة وما عندكش العلم، يؤدي إلى الضجر والشكوى وإظهار الجزع والصوت والعويل، ويتنقل العناية المركزة وما استحملش وجات له جلطة واتنقط ومات. خدت بالك؟ لأنه مبني على جهل. الحال مبني على جهل. فهمت بقى المسألة؟ فكل حال يطرأ على القلب بدون علم ما يوصلكش، بل يتعبك. لكن لما يكون مبني على علم، وكل حال يقتضي عبادة، كل حال بتقتضي عبادة خاصة بيه. النعمة حال يدخل في القلب بكمال الرضا والانبساط للنعمة، لأن الإنسان لصفات الجلال ينبسط ولصفات الجلال ينقبض. فلما يأتي الجمال يظهر حال القلب بالانبساط، فيقتضي نعمة الشكر ألا تستعملها في معصية الله. أول حاجة أن أقوم بحقه، فتزيد تستثمر في الحقيقة. طب أقامك في الفقر، في ضيق الحياة، يبقى المقام بتاعها ايه؟ حالها ايه؟ الصبر، عدم الشكوى، الرضا بالقليل، القناعة، عدم النظر بما في يد الغير، عدم الحقد على الآخرين، عدم سؤال الناس، العفة. فإذا فعل ذلك يأتيه الغنى، فيصير الغنى بالاستغناء عما سوى الله، وعين الفقر بالنظر إلى ما في يد الخلق. واضح؟ فكل حال، أدي معنى كلام الشيخ. كل حال لا يكون عن نتيجة علم فإن ضرره على صاحبه أكثر من نفعه. يجيله الضائقة، مفيش علم يقول له إن الضائقة دي بتقتضي الصبر عليها وعدم الشكوى، يقوم يضجر يشتكي، يقوم يضيع منه ثوابها، يبقى ضررها إيه؟ تصير المحنة محنة في الحقيقة. لكن لما تبقى بعلم تيجي المحنة، يصبر، يرضى، تنقلب إلى منحة. عجبا لأمر المؤمن
أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر، لأن السراء تقتضي حالها الشكر، وإن أصابته ضراء صبر لأنها يقتضي حالها الصبر، فيبقى كله خير. خدت بالك؟ الزيادة في الحال يصل من درجة المقام، لأن الحالة مستقرة. استقرار، ما احنا هنتكلم في الحاجات دي. استقرار الإنسان في حال معين مدة طويلة يبقى مقام، يسموه مقام. هنيجي، وفي خلاف عند العلماء بين الحال والمقام، يعني فيها لأنها أمور تذوقية. هتيجي الحكاية دي. قال: وسمعته يقول: من ضيع في وقت من أوقاته فريضة افترضها الله عليه حرم لذة تلك الفريضة ولو بعد حين. كل فريضة كده تؤديها في وقتها تجد ليها ربنا يجعل لك ليها لذة في قلبك كده، اللي هي عاجل ثواب المؤمن. لو الإنسان فعل الفريضة في وقتها بشروطها تأتيه اللذة، إن لم يفعلها في وقتها أو فعلها في وقتها بغير شروطها يحرم لذتها، وإذا حرم لذتها لا يستشعر حلاوتها، فإن لم يستشعر حلاوتها لا يواظب عليها فيقصر فيها في الآخر. وهذا السبب. واحد يقول لك أنا بصلي وأقطع الصلاة، ليه؟ لأنه حرم لذة العبادة. عارف هو لو ده لذة العبادة وحلاوتها والله ما ينقطع أبدا. ده لو ربك كشف لذة العبادة للعباد ما رفعوا رأسهم من السجود حتى يموتوا، ولكن ربنا أباح لهم قدر قليل من لذة العبادة علشان ينصرفوا عنها إلى ما يصلح حالهم بس. لكن لو كشف لهم والله لا تقعد تذكر ربك حتى ينقضي نفسك، ولا تقوم ولا تروح ولا تيجي. لكن ربك رحيم بيك، يريد أن تنتفع وينتفع بك، لا يريد أن يعطبك. لو أراد بك العطب لكشف لك كل الأشياء، لا تتحرك بعد كده، خلاص يقولوا خلاص انجذب، كما كشف لبعض الصحابة فسمع قرآنا مات، شهق ومات، ما تحملش. مش حصلت؟ تحصل. ومات ودخل الجنة بغير سجدة يسجده. وكل فريضة لها وقتها. يعني عند الشهادة عند القاضي الفريضة ايه؟ تقول الحق. فهمت ازاي؟ يبقى فرض الوقت ده عند القاضي لما تبقى شاهد تقول الحق. طب مش هتقول الحق عند القاضي وقت الشهادة وتطلع بقى تقعد تستغفر 100 سنة بعد ما قلت شهادة زور، هتفضل محروم لذة الايه؟ لذة الكلام، لان انبنى على شهادتك الزور ضياع حقوق، ضيعتها في وقتها. وبعدين انت اخر تروح تستغفر يا اونطجي بعد ما ضيعت حقوق الناس؟ فهمت؟ طيب، معديين ستات متزوقين، يبقى فرض الوقت ايه؟ اغض بصر. ده فرض الوقت. فهمت ازاي؟ ضيعته، تضيع لذة العبادة. اذن للصلاة، فرض الوقت يا اقوم اصلي. وقت عملي، يبقى ده فرض الوقت ان انا اقوم بعملي على الوجه الاكمل. واحد بيستنصحني وانا عندي النصح، يبقى فرض الوقت ان انا اصدقه في النصح، ما غشوش. واحد قصدني اعمل له عمل لمهنتي، فرض الوقت ان انا اتقن صنعتي. وهكذا. يبقى كل لحظة فيها فرضها، مش فرض واحد، ده انت متعبد في كل لحظة، في كل لحظة متعبد. فهمت قد ايه؟ فرض الوقت عندما تجوع تاكل، بس من حلال، تاكل من حلال بغير شره وبغير شبع زائد. طب ضيعت فرض الوقت، جال جوع وما رضيتش تروح تاكل، تضعف، يقوم ايه؟ لذة العافية تضيع، تقوم تحاول بعد كده تتعبد، تلاقي نفسك جسدك مش قادر يشيلك. عطشان، فرض الوقت اروح اجيب ميه ولا اروح اجيب بيبسي؟ ميه احسن، مش كده برضه؟ لان الميه اللي هترويني باكثر الطرق، بدل ما اشرب لي 3 ازايز بيبسي وافضل زي ما انا ازداد عطشا، يبقى فرض الوقت للعطشان يشرب. فهمت؟ وهكذا. عندي اولاد، فرض الوقت احسن تربيتهم واكون قدوه لهم.
وهكذا كل لحظة. الامتحان فضل عليه اسبوعين، فرض الوقت ان انا اقعد اذاكر، مش هروح الجامع واقول ان انا مش عارف اجري السبحة واعمل ورد واسيب المذاكرة يا وانطجي، وتطلع في الاخر سائط وتخيب ظن ابوك فيك وتقول لي اصل انا بحب العبادة. ده انت وانطجي، ده انت بتحب الراحة مش بتحب العبادة. كل حالة ليها فرضها. فهمت المسألة بقى؟ فكل وقت له فرضه، وهو ما يريده منك الله في لحظته. يريد منك ايه في اللحظة دي؟ هو ده فرض الوقت. تقوم بيه على الوجه الاكمل تجد له لذة، تقوم بيه بغير شروطه تنزع لذته، تضيعه خالص يتقلب ضده. خدت بالك بقى ازاي؟ شفت مسلم في معصية، فرض الوقت ايه؟ استره. ده فرض الوقت، استره على طول. تستره الاول استره، وبعد ما تستره تنصح سرا بينك وبين، وان استطعت انك تمنعه لانه كان مقدم عليها مش تلبس بها، يبقى امنعه بلطف ان استطعت، بقوة إن كنت من أهل السلطان، بالنصح إن كنت من أهل الإرشاد، وهكذا. يبقى فرض الوقت كل وقت ليه شغلانة كبيرة. يبقى فرض الوقت محتاج علم، عشان تعرف إيه المطلوب منك في كل لحظة محتاج تبقى عالم، مش كده برضو؟ يبقى طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، عشان يعرف كيف يتقرب إلى الله في كل لحظة. يريد أن يتعرف عليك في كل شيء حتى لا تجهله في شيء. هذه المسألة. إنما تسمع كلمة فرض الوقت تعرف الصيام والصلاة وبتاع، تبقى ده أنت خيبان خيبة مش فاهم حاجة خالص. ده الفرائض المعلومة في الدين دي هي الفرائض المتفق عليها للناس كلها في أوقات معلومة، وأنت بقى مفروض عليك في كل لحظة فرض خاص بيك على العيان وليس على الكفاية. فهمت المسألة بقى؟ ففرض الوقت عند الصوفية مختلف، عشان كده في حاجة اسمها عبادة الوقت. عبادة الوقت، وهنيجي بعد كده لما نعرف يعني ايه الوقت عند الصوفية. الوقت عند الصوفية ده باب واسع، ده باب واسع شغلانة. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الوقت ده شغلانة كبيرة مضيعينها الناس في الساحل الشمالي وفي النوادي وعلى القهاوي، واين تذهب هذا المساء، وقدام التلفزيون ومع المسلسل ومع الصحاب على القهوة، شغلانة. ويمشي يتسكع في الشوارع، مضيعين فروض الوقت. وعشان كده يجي يتوجه للعبادة لا يجد لها لذة، يجي يدعو لا يجد إجابة، يجي يناجي لا يجد حلاوة، لأنه اللذة خلاص إيه ضاعت منه، لأنه ضيع فروض الوقت. واحد جاهل عليك مسلم، فرض الوقت ايه؟ الحلم. تحلم، وبعد ما تحلم فرض الوقت ايه بعديه؟ عدم العجلة بالإزاء حتى لو كنت تقدر تأذيه. وبعد عدم العجلة بالإزاء فرض الوقت بعدها ايه على طول؟ تحسن إليه عشان تبقى من المحسنين. فيبقى كل واحدة ترقيك ترقيك ترقيك، تلاقي نفسك بقيت فوق الناس كلها، تبقى من اهل الخصوص. فهمت بقى ازاي؟ فكل لحظة فيها امتحان. اعرف كده انك انت مع الله في لجنة امتحان في كل لحظة. قال: وسئل عن التصوف فقال: الصبر تحت الامر والنهي. هو عرف الشيء بملزومه، ما يلزم منه، يعني السلوك مع الله بيقتضي التصوف، والسلوك مع الله بكمال تصفية القلب عما سوى الله. وله تعريفات كثيرة، لكن يعني باختصار كده هو التحقق بمقام مراقبة الله عز وجل في تنفيذ الشرع الشريف، ناشئ ذلك عن إيمان واعتقاد في القلب أن هذا الأمر كله موجه لله وبيد الله من قبل ومن بعد. حكاية سهلة، هو ده التصوف. بيقتضي هذا كله ايه؟ مراقبة الله بتقتضي ايه؟ الصبر.
مش كده برضو؟ فهو كأنه عرف التصوف بملزومه، فقال لك التصوف هو الصبر تحت الأمر والنهي، هو الصبر في السلوك إلى الله مع دوام المراقبة. قال: وقال آفة العبد رضا عن نفس من نفسه بما هو فيه. احنا لسه بنقول ان الرضا بقضاء الله ده عبادة كبيرة، ازاي هو يقول لك ان دي آفة النفس؟ في فرق بين الرضا بقضاء الله والرضا عن النفس، فرق كبير. مش تبقى انت مخيب نفسك في الخيبة وحاطط نفسك في المعصية لشوشتك وتقول انا راضي بما اقامني الله فيه عشان انا برضى بالقضاء، تبقى اونطاجي، هي دي آفة النفس. فهمت المسألة بقى؟ آفة النفس الرضا عن النفس لا الرضا عن قضاء الله. فهمت بقى المسألة؟ لأن الرضا عن النفس معناه التماس العذر لها في معصية الله، هيؤدي في الآخر إلى يقول لك إيه؟ بسميها أنا إيه؟ مذهب فطوطة، اللي هو هقطع نفسي. عارف فطوطة؟ اللي كانوا بيجيبوه في التلفزيون زمان في الأطفال، يقول لك هقطع نفسي، يعني وانا هقطع نفسي بقى هعمل ايه؟ هقطع نفسي، انا بعمل على قد ما يا ابني لازم ما ترضاش عن نفسك، انت حاول تخلي نفسك احسن مما انت فيه، تجتهد مع الله، لان الرضا عن النفس بداية التماس العذر لها، وبداية استعمال الرخص، وبداية استعمال الرخص هو بداية الهلاك. فهمت ازاي؟ ادي المشكلة. واحد يعاكس الستات، ليه بتعاكس الستات؟ يقول لك ما انا معيش فلوس اتجوز اعمل ايه بقى؟ يعني هعمل ايه؟ هقطع نفسي بقى؟ ما انا شاب يا اخي معيش، طب ما تصوم، يقول لك صمت وما نفعش. طب ما انت طول الليل قاعد تتفرج على الافلام وتجيب الصور مش عارف ايه، ما بتتقيش الله. يقول لك ما انا هقطع نفسي بقى. ادي فطوطه يا سيدي. يروح واقع في ايه؟ في المعاصي. ادي 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 معناها الرضا عن النفس. ان هو عذر نفسه، يقول لك يا اخي انا لو ربنا بس يديني مش هضيع فرض في الجامع، وهو اصلا فاضي، ده هو فاضي بيدور على شغل عواطلي. ده انت وانت عواطلي ما بتصليش، امال لما يديك ويشغلك هتعمل ايه؟ اونطجي يا اونطجي، عشان تعرف بس ان بدايه الهلاك هي دي، الرضا عن النفس. آفة العبد رضا من نفسه بما هو فيه، اي من معصيه، أو بما هو فيه من مقام أقامه الله فيه مترقيا فيرضى بالمقام فيقنع بما وصل إليه ولا يطلب الزيادة. برضو دي آفة وحشة، تمنيع الترقي، تمنعه من الترقي. فهمت ازاي؟ فيبقى ايه الرضا عن النفس في كل حال، سواء كنت في طاعة أو كنت في معصية، يؤدي إلى مفسدة عظيمة. فإن كنت في الطاعة تحاول تجتهد تخليها أحسن، تجتهد تخليها أفضل، تجتهد تخليها اكثر، تجتهد تخليها اخلص، وهكذا. واذا كنت في المعصية تقلع في الحال، تندم في الحال، وهكذا. وإلا لو رضيت عن نفسك في المقام اللي انت فيه لا بما اقامك الله فيه، يبقى هو ده الآخر. في فرق بين الرضا بما اقامك الله فيه والرضا بما اقمت نفسك انت فيه. فان اقمت نفسك وكلك لنفسك، وإن أقامك هو أعانك. فرق كبير. ومنهم أبو الحسن علي بن أحمد ابن سهل البوشنجي. الفاتحة لروحه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، إياك نعبد وإياك نستعين، إهدنا الصراط المستقيم. أبو الحسن علي بن أحمد بن سهل البوشنجي أحد فتيان خراسان، بيقول لك نسبة إلى بوشنج وهي بلدة على 7 فراسخ من هراء. خراسان دي المنطقة دي بتاعت أفغانستان وشمال باكستان الوقت، المنطقة دي مليانة أولية. ما هي أصل إيران وأفغانستان وباكستان ليهم حدود قريبة لبعضها، المنطقة دي كلها كانت اسمها خراسان زمان، مليانة أولية، معظم الأولية اللي بنقرأ لهم دول كانوا من المنطقة دي. أحد فتيان خراسان، الفتوة
يعني الفتوة يعني ايه؟ يعني فريد شوقي يعني بيضرب اي واحد يغلب كل الناس يعني عنتر ابن الشداد يعني؟ ما هو الناس فاهمه كده، اول ما يلاقوا واحد كده بيضرب كل الناس يقول له انت فتوة، مش كده برضو؟ لا، الفتوة بقى عند الصوفية مختلف. الفتوة عند الصوفية هي كمال بذل ما يحتاجه الناس لغيره مع كمال الإيثار وعدم النظر بالمنة، يعني كأنه ما عملش حاجة كمان. ادي الفتوة صحيح، يعني يديله الحاجة اللي هو محتاجها يديها لغيره، وبعدين ما يفتكرش انه عمل جميل فيه كمان. لكن لو افتكر انه عمل جميل فيه ما بتبقاش فتوة، تبقى منة. فهمت ازاي؟ الفتوة بقى هي دي. شوف سيدنا ابراهيم ابن ادم كان يقول لك ايه، كان مسافر مع احد اصدقائه ومعهم حمار واحد مرض، صديقه ده قعد يمرضه، وبعدين وهو في فترة النقاهة اشتقى للحمة. سيدنا ابراهيم ابن ادم معهوش فلوس، راح بيع الحمار وراح جاب له لحم، كال اللحم والراجل خف الحمد لله تمام. قاعد كده عايزين يسافروا يمشوا، قال له فين الحمار؟ قال له بعته. قال له وهنركب ايه؟ قال له خلاص احملك انا احملك، وراح شايله. ما قالوش ده انا بعته عشانك، ده انا من ساعه ما عرفتك فلستني، ده انت عطلتني ودوختني، ده انت خليتني اقعد اخدم فيك. ما قالوش الكلام ده خالص، ولا حساسه هو باعه فين والايه وعشان ايه ولا حاجات خالص. ادي الفتوة، ادي حال الاولياء. شوف انت الانصار عملوا ايه في المهاجرين لما جولهم، هي دي الفتوة. يؤثرون على انفسهم ولو كان بهم ايه خصاصة، هي دي الفتوة. هي الفتوة دي جاية من الآية دي. واول فتيان عرفهم الاسلام كانوا الانصار. فهمت ازاي؟ هي دي بقى الفتوة. نعم. لا ده فتن هنا يقصدوا سنه، يقصدوا السن. لقي ابا عثمان وابن عطاء والجريري وابا عمرو الدمشقي، مات سنة 48 و300، وسئل البوشنجي عن المروءة فقال: المروءة معروفة انك انت لا تفعل من المباح، من المباح ما لا يليق بمكانك ولا زمانك. دي المروءة، يعني تيجي في أمور مباحة كده ما تلقش إنك تعملها وهي مباحة، علشان ما يعني زمانك ما بيراها إنها ما تلقش ما تعملهاش، ولو كانت مباحة ومش عيب. لو أنا لبست الطربوش وجبت المنشة زي ما كان جدي بيمشي وأمشي في شارع الأزهر، الناس كلها هتقعد تتفرج عليا ويمكن العيال كمان تزفني، مع إن الطربوش مباح ومسكة المنشة مباحة، لكن ما بقتش في زماننا، بقت الوقت مثلى. فهمت ازاي؟ يبقى خلاص، يبقى لما البس كده يبقى دي ترك مروءه في الظاهر. اجي لكم الدرس لابس بنطلون جينز وتي شيرت بادي وماسك ايه سلسله وقاعد عامل كده، دي يبقى سقطت المروءه، مفيش مروءه صح؟ راجل جاي يدرس للناس دين يجي لهم بالمنظر ده، مع انه ساتر العوره. فهمت ازاي؟ ساتر العود، امشي في الشارع مص قصب وتف كده وارمي. مص القصب حلال ولا حرام يا زهري؟ حلال، لكن ما امشي بالطريقه دي واعمل كده ترك مروءه. يقول لك شوف راجل شايب ماشي. اجي لكم بالبانه واندغ اللبانه، مش كل ده مباح؟ كل ده مباح لكنه ضد المروءه. فهمت بقى؟ يبقى المروءه هي ترك ما لا يليق بزمانك ولا مكانك من المباح، من المباح اصلا، انما فعل الحرام حرام، مش مروءة بقى، ده بقى واقع في المحرمات، ده يسقط العدالة. يبقى في فرق بين العدالة والمروءة. العدالة تجنب الحرام، فقد يكون عدلا ولكنه ما عندوش مروءة، ما يعملش الحرام أبدا لكن يلبس شورت ويمشي بالشورت في المصيف. فهمت ازاي؟ يبقى ده عدل ما عندوش مروءة. فهمت بقى المسألة؟ فالعدالة هي الديانة بترك المحرم، والمروءة هي الإنسانية بقى.
ان هو شايف ان ما يليقش بيه انه يبقى بالمنظر ده. ربنا اقاموا امام للناس في الجامع، يبقى ما يقعدش على القهوة، مع انه لو قعد على القهوة ممكن يغض طرفه ويشرب شاي ما يجراش حاجة، فهمت ازاي؟ لكن ما يقعدش يقول لك لا ده انا امام في الناس في الجامع، يجي يشوفوني على القهوة ما يليقش، فهمت ازاي؟ يبقى دي اسمها مروءة. ما يجيبش الخضار ويمشي بيه في الشارع شايله كده، واخد بالك ازاي؟ وهو راجل عالم كبير وليه طلبة بيحضروا له وبتاع، ما يليقش، لانه الناس تستهتر بيه. في زماننا ده، زمان ما كانوش يستهتروا بيه، كانوا يروحوا يشيلوا عنه، لانه كانت الناس طبيعتها بتخدم نفسها، انما الوقت الناس تستهتر بيه وهكذا، فهمت؟ يبقى دي المروءة اللي هي ترك المباح الذي لا يليق بمكانه ولا زمانه. سئل بقى عن المروءة، يبقى ترك الأشياء دي أمام الناس، لكن المروءة عند الصوفية أعلى من كده. ده فعل ما لا يليق من المباح ولو في الخلوة، خجلا من الايه؟ من الكرام الكاتبين الملائكة. شفت بقى المروءة عند الصوفية أعلى؟ أعلى بقى حاجة تانية. إحنا بنقول إنك أنت هتترك المباح ما لا يليق بمقامك من المباح أمام الناس، لكن ممكن في بيتك اقعد بالشرب ما يجراش حاجه، انت بيتك قافل على نفسك. لا، المروءه عند الصوفيه ولو امام الكرام الكاتبين الملائكه، ولو في الخلوه، فهمت ازاي؟ ادي بقى ايه الاعلى في التربيه، هي ترك استعمال ما هو محرم عليك مع الكرام الكاتبين. اتق الله في السر والعلن، ويقصد محرم عليك على فكرة هنا مش المحرم الصرف الشرعي، المحرم اللي هو المخالف للأدب، المحرم اللي هو هنا المخالف للأدب يقصد هذا. وقال له إنسان ادعو الله لي، فقال أعاذك الله من فتنتك. ما هو كل إنسان مفتون بفتنة حجبها عن ربه، إما ده فتنة مال، ده فتنة نفس، دي فتنة أولاد، فتنة الدنيا، أي حاجة، فكل واحد محجوب بفتنة معينة. فواحد بيقول له ادعي لي، قال أعاذك الله من فتنتك، فدي دعوة عامة شاملة. وقال أول الإيمان منوط بآخره، يعني الحكاية كلها أنت بتبدأ بالإسلام متحقق بمقام الإيمان متخلق بأهل الإحسان، فلما يتجلى عليك الله بشهود الحقائق تعود مرة أخرى لفعل أهل الإسلام، ولكن تعود إليها بكسوة الأنوار، لا برؤية النفس أنها فاعلة، بل رؤية أن الله موفق لفعل الطاعة، لا تفعلها أنت بل يفعلها الله على جوارحك، فتعود إليها مرة أخرى بكسوة الأنوار بعدما كنت مغترة بحالة الأغيار وهي النفس، بدأت منها فاعلا وانتهيت منها مفعولا فيك بها، فهمت؟ فرق كبير، لأن الفاعل يرى لنفسه إيه؟ الفضل، فقد يعجب ويجتهد يعجب بنفسه، لكن اللي عنده الأنوار بآخر الطريق إلى الله، للوصول إلى الله، يجد أن الفاعل الحقيقي هو الله، هو الذي ذكر نفسه على لسانك، هو الذي أطاع نفسه على جوارحك، فتنظر إلى توفيق الله لا تنظر إلى فعلك، فترجع تاني لفعل أهل الإسلام مرة أخرى ولكن بكسوة الأنوار، فبدأت بنفسك وانتهيت بالله. آدي المعنى، بدأت الإيمان بنفسك، قلت أشهد، أي أنا، أن لا إله إلا الله وأن سيدنا محمد رسول الله، وأقمت أي أنت الصلاة، وصمت أي أنت الذي صمت، أي كلفت، أي فعلت التكاليف، فكنت فاعلا مكلفا تجاهد نفسك، فلما انقضت النفس وولت بانكشاف الحقائق وجدت أن الفاعل فيك هو الله، هو الذي وفقك لهذا، فتعود إليها مرة أخرى بكسوة الأنوار،
فهمت بقى المعنى؟ عشان كده بيقول ايه، اول الايمان منوط باخره، واخره منوط باوله، حكاية دايرة. فما فيش واحد يقول لك انا هترقى لحد ما اترك بقى الاسلام ورفع عني التكليف وبقيت انا راجل خلاص بقى، انتوا صلوا انتوا علشان انتوا لسه مبتدئين، احنا وصلنا زي ما بيقولوا بعض الناس بتقول كده. انا ما شفتش حد الحقيقة قال كده ابدا، لكن الناس اللي بتعترض على المتصوفة بيقولوا انهم شافوا ناس قالوا كده. انا طول عمري وقربت ادخل على 50 اهو، وطول عمري قاعد بلف على المشايخ وفي المساجد، بقالي اكتر من 30 سنة بلف على المشايخ، ما شفتش واحد بيجي الصلاة يقول لك انا رفع عني التكليف، ما سمعتهاش ولا شفتها، الا المدعين لاهل التصوف بيقولوا على بعض الناس بتقول كده. انا ما اشوفش، لكن اللي بيقول كده لو فرض ان هذا الانسان موجود يبقى وانتج. سئل عن التصوف فقال: اسم ولا حقيقة. يا سلام، يعني ده ايامه، ايامه بيقول الوقت التصوف ده مجرد اسم شعار بس، لكن لما تدور تفتش على اهل التصوف ما تلاقيش فيهم حقيقة، خلاص خلص، ده الخلص وخلاص ماتوا، ده في زمنه، فما بالك بقى الوقت احنا. اسم ولا حقيقة، وقد كان قبل حقيقة ولا اسم. ايام الصحابة ما كانش فيه اسم التصوف ده، كلمة التصوف دي ما كانتش معروفة عند الصحابة، كلمة نفسها الاصطلاح نفسه، لكن كانوا عايشين بيه متحققين بيه بكل مقاماته، متحققين. تسأله انت ايه متحقق، انت متصوف، يقول لك ايه متصوف. فكان اسم بلا، كان الاول حقيقة بلا اسم، وبعدين بعد ما الناس ابتدت توصفه وتتكلم وتتكلم ولو انه مقامه عالي، في ناس حبت ايه تنتسب اليه دون سلوك ولا اجتهاد، فاختلطوا مع الناس وافتكروهم هم دول اهل السلوك، فصار اسم بلا حقيقة. فهمت بقى المعنى؟ ادي كلامه. وقال: الناس على ثلاث منازل، يعني على ثلاث درجات. الاولياء وهم الذين باطنهم افضل من ظاهرهم، والعلماء وهم الذين سرهم وعلانيتهم سواء، والجهال وهم الذين علانيتهم تخالف اسرارهم ولا ينصفون من انفسهم ويطلبون الانصاف من غيرهم. ده الجاهل بقى، الجاهل علانيته تخالف سره، سره مؤمن، سره محب لله ولرسوله، سره عايز يبقى كويس، طب ظاهره ما بيصليش ما بيصومش، بيكذب، بياكل حرام، بيسرق، لا ينصح للمسلمين، بيحقد على الناس، عايز ينتقم منهم، عايز يعجل العقوبة، واللي يرشني بالمية رشه بالدم، مش يقول كده، واللي يقول لي كلمة رد عليه 10، عايز يعجل الناس بالعقوبة، عايز كل الناس تموت ويبقى هو. طب ما انت مش هتلاقي حد يعمل لك عيش حتى، طب يعني خلي حتى اللي يعمل لك العيش ويخبز لك، خلي شوية كده معاك يأنسوك حتى تقعد معاهم بالليل تتكلم شوية. لكن في ناس كده، ده الجاهل ده، ويطلب الانصاف من الناس كلها الا من نفسه، عايز كل الناس تديله حقوقه وتعامله على احسن مستوى، وهو لا، يشتم الناس كلها ويتأمر عليهم كلهم، يبقى ده جاهل، دي حال الجهال. شوف انت بقى، انت من العلماء ولا من الاولياء ولا من الجهال؟ وكان الله بالسر عليم، وخلي الطابق مستور، وربنا يرقينا ويعلمنا ويوفقنا جميعا لما هو يعني فيه الخير لصلاحنا باطنا وظاهرا. وقال: من ذل في نفسه رفع الله قدره. اللي شايف في نفسه كده الانكسار والذلة مع الله، مش للخلق، للخالق، ربنا يرفعه. ومن عز في نفسه، يعني شايف في نفسه بقى التفوق على الناس والخصوصية وكمال الفهم وكمال العبادة وغيره ربش، يقوم ربك سبحانه وتعالى يذل، أذله الله في أعين عباده، حتى قدام الناس يذلوه، يبقى شايفينه ذليل حتى قدام الناس. ومنهم أبو عبد الله محمد بن خفيف الشيرازي. هنقرأ هذا السيرة ونقف عند هذا الحد. الفاتحة لروحه محمد بن خفيف الشيرازي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. كان شافعي المذهب،
رحمه الله بيقول هو محمد ابن خفيف ابن استكشاد الضبي الشيرازي الشافعي، أمه نيسابورية وأقام بشيراز، كان من الأمراء، ثم تفقه وتصوف وتزهد، أخذ عن ابن شريح الأشعري والواسطي والجريري وابن عطاء والمقدسي ولقي الحلاج، وأخذ عنه القاضي الباقلاني. يعني كانوا علماء. انت لو تشوف القاضي الباقلاني ده كان قد ايه عالم في الاصول وتلميذ لي، يبقى تعرف بقى دول مشايخ ايه، يعني مش ناس كده يعني مدعين، لا دول ناس سلكوا العلم اولا والعمل بالعلم ثانيا والسلوك مع ذلك في كل ذلك مع كمال المراقبة، فرقاهم الله. صاحب رويما والجريري وابن عطاء وغيرهم مات سنة 71 و300، مات في شيراز عنده 104 سنة في رمضان، كان يمر عليه 40 يوم لا يشرب ولا يأكل. أصل لما الإنسان يترقى في مقام القيومية تبص تلاقي يقل احتياجه للطعام والشراب، واخد بالك؟ كلما ترقى في مقام القيومية تبص تلاقي احتياجه للطعام والشراب يقل خالص مع كمال نشاطه. كان يقال عن السيد البدوي اللي موجود في طنطا، هنا شرف الطنطا به، كان يقول انه كان يقعد فوق سطوح البيت، حتى كانوا من اسماء السطوح، كان يحب يقعد فوق السطوح، كان يقعد فوق السطوح 40 يوم لا يطعم طعاما ولا يذوق ذواقا خالص وما يموتش، حاجة سبحان الله، حاجة غريبة قوي. ما دي برضو من ضمن الكرامات ليهم، لان الانسان المعتاد ما يقدرش يصبر، يموت على طول بعد فترة بسيطة، اسبوعين ثلاثة، يضعف يضعف يضعف، 30 يوم مع السلامة، حتى لو اكلته ما يستفدش، حتى لو اكلته ما يستفدش، لان بيبقى الجهاز الهضمي بتاعه كمان الاغشية اللي فيه بقت ضامرة، بحيث حتى لو كل ما يمتصش لك، اسهال اسهال ورا بعض ويموتوا مع السلامة. لكن دول لا، ليه؟ لتحققهم بمقام القيومية. ما كانش ينزل لانه كان بيبقى في حال غياب. لا مش جنان، غياب مع الله مش جنان، لانه مدرك، نوع ادراك يغيب عن الاحداث ولا يغيب عن الله، فيغيب عن الوقت، فهمت ازاي؟ بس فيرفع عنه تكليف الوقت ذاته، لكن يبقى هو مع الله، مش حاسس ولا حاسس انه عايز ينام، ولا حاسس بليل ولا بنهار، ولا بشتاء ولا بصيف، ولا ببرد ولا بحر. عارف جبة السيد البدوي وزنها 24 كيلو، صوف، اصله كان ضخم، كانت معمولة من الصوف، وكان يلبسها ويقعد على سلون احمر ويلبسها على السطوح والشمس ضربة فيه، ولا يشعر بحر ولا الحاجات دي خالص. فشغلانة تانية. دول علماء ليهم احوال مع الله مختلفة. فالخلاصة ان كلما كان سيدنا هنا اللي بنتكلم عنه اللي هو الشيرازي محمد ابن خفيف الشيرازي، كان برضو يمر عليه بال40 يوم كده لا يطعم طعام، لدرجة ان هو مرة عطش قعد 40 يوم ما يشربش، فجاله عطش شديد، يا دوب افتكر عطش قوي، فراح طالع يدور على بئر فيه ماء، فلقى ظبية فعرف ان هنا بئر، فلما راح بص لقى المية بعيدة، واخد بالك؟ فلما نظر للماء كده ربنا سبحانه وتعالى راح رافع له المية لحد، فاض الماء اليه فشرب. قابل سيدنا الجنيد بيقول له لو صبرت لتفجر الماء من تحت قدمك، يعني صار من اهل التصريف. ما هو اهل التصريف كده، النبي ما كان كده صلى الله عليه وسلم، هو ده الاصل في هذه المسألة. سيدنا رسول الله مش كان اما يعطش ويعمل ايه؟ يتفجر الماء من بين اصابعه الشريف يشرب، لما يقل طعام الجيش في غزوة تبوك كان عددهم حوالي 30 ألف
تقريبا في غزوة تبوك قل الطعام وهم رايحين تبوك في عز الحرب. يوم النبي لكمال رضاه بما أقامهم الله فيه قالوا له يا رسول الله ننحر الإبل بعض الإبل ونأكل. قال افعل. فقام سيدنا عمر قال لهم ايه ده؟ لقوا بينيموا الإبل هيذبحوها. استنوا استنوا هنا يا رسول الله، الوقت ننحر الإبل هنركب ايه؟ ده احنا سفر بعيد. انا ارى حل تاني، كل من عنده كسرة طعام نأتي بها ونضعها امامك فتبارك فيها يا رسول الله، كل الجيش ياكل. ده رأي مين؟ سيدنا عمر. فقام سيدنا رسول الله قال اذا افعل يا عمر. فراحوا لموا اللي يجيب كسرة خبز، اللي يجيب مش عارف شوية تمر، ثلاث تمرات، اللي يجيب شوية، حطوها كده كومة قدام النبي، وجيش 30,000. فبرك النبي في الطعام ودعا، وكل واحد جاب وعاء فامتلأ كل أوعية الجيش وبقي أمام النبي كما هو. فهمت ازاي؟ يبقى دي حاجة تانية بقى، دي أمور أخرى يعلمها الله. لأن الله سبحانه وتعالى إذا صار العبد محبوبا لله جعله خليفة له في أرضه بالحقيقة، والخليفة موكل بالتصريف. إذا كنت أنت لما تبقى رئيس الجمهورية مسافر وعاملك أنت نائب رئيس الجمهورية، بتوقع توقيعك هو توقيع رئيس الجمهورية، يتم التنفيذ ولا ما يتمش؟ يتم التنفيذ. فإذا تحققت بالخلافة تبص تلاقي التصريف يتم على طول. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا، ما قالش حتى إن شاء الله. صح ولا لا؟ سيدنا يوسف ليه؟ لتحققه بكمال الخلافة. فتحقق كمال الخلافة يؤدي إلى التصريف. ليه؟ لأن تحقق بالخلافة النبوية المحمدية فصار خليفة حقا عن الله، والخليفة موكل بالتصريف في الملك. فهمت ازاي؟ إذا كان الملائكة ربنا سمى بعضهم المدبرات أمرا لتحققهم بكمال القيومية مع الله وكمال العلم بالله، فصار التدبير في أيديه بإذن الله كله. طبعا لحسن الوهابية يتضايقوا، ما هو بإذن الله طبعا، أمال بإذن مين؟ ما هو هذا التصريف كله يكون بإذن الله أصلا، مش محتاجة لحسة اللي هم مخهم اتلحس. مات سنة 71 و300 وهو شيخ الشيوخ وواحد وقته. قال ابن خفيف الإرادة استدامة الكد وترك الراحة. الإرادة وهي السلوك إلى الله، الرغبة للوصول إلى الله، هي دي الإرادة، الرغبة. يبقى الإنسان عنده رغبة للسلوك إلى الله. الرغبة دي ليها ظاهر، هي دوام الكد في الطاعة، دوام المراقبة. يكسل يبقى ما عندوش إرادة. فهمت؟ وقال ليس شيء أضر على المريد من مسامحة النفس في ركوب الرخص وقبول التأويلات اللي هي مذهب فطوطة. هقطع نفسي لسه شرحين. ليس شيء أضر على المريد من مسامحة النفس في ركوب الرخص، ما يقصدش الرخص الشرعية، لا، يقصد ترك المندوبات والآداب والاكتفاء بالواجبات. ادي معنى الرخصه. يقول لك مش سنه، لا انا ما بعملش السنه، كفايه على الفرض، وبعد شويه ياثر في الفرض كمان. فهمت ازاي؟ ادي بقى الرخص عند الصوفيه اللي منهي عنها هو ترك المندوبات والاداب والاكتفاء بالواجبات. ادي معنى الرخص. ليس شيء اضر على المريد من مسامحه النفس في ركوب الرخص وقبول التاويلات. وسئل عن القرب فقال القرب ليه جهة منك وجهة من الله، بلا مكان قرب مكانة، لا مكان، متعالي عن المكان سبحانه، منزه. فالقرب له جهة منك وهي ملازمة الطاعة، وجهة من الله وهي دوام التوفيق. فهمت ازاي؟ يبقى قربك منه بملازمة طاعته، وقربه منك بملازمة امدادك بالتوفيق في الطاعة. فهمت بقى المسألة؟ يبقى في جهة من الله وجهة من العبد، مش مسألة قرب مكان. قربك منه بملازمة الموافقات يعني الطاعات،
وقربه منك بدوام التوفيق أي على الطاعة أو على دوام الملازمة. سمعت أبا عبد الله الصوفي يقول، سمعت أبا عبد الله بن خفيف يقول في بدايته بيحكي عن بداية اجتهاده وسلوكه مع الله لتلامذته عشان ياخد بإيديهم ويجتهد، بيقول لهم إيه: ربما كنت أقرأ في ابتداء أمري في ركعة واحدة 10,000 مرة قل هو الله أحد في ركعة واحدة. وكان في بداية أمره كان يقرأ القرآن كله في ركعة واحدة. دي ليه لا تأتي إلا على إيه؟ على سبيل خرق العادة كرامة، لكن ده يدلك على إن خرق العادة لا تخرق إلا لأهل الهمم العالية. فهو كانت همته عالية فربنا خرق له العادات. فكان يصلي 1000 ركعة من الصبح للعصر تطوع، وفي أحد هذه الركعات أو بعضها يقرأ القرآن كله. انت تقعد 3-4 ايام تقعد طول النهار تكر وما تخلص القران لسه، هو خلصه في ركعه. دي بقى ايه؟ فضل الله يؤتيه من يشاء. كل ما ربنا وجد فيك صدق الهمه كل ما قواك وامدك. وربما كنت اقرا في ركعه واحده القران كله، وربما كنت اصلي من الغداء الى العصر 1000 ركعه. سمعت أبا عبد الله بن باكويه الشيرازي رحمه الله يقول: سمعت أبا أحمد الصغير يقول: دخل يوما من الأيام فقير فقال للشيخ أبي عبد الله بن خفيف بوسوسة، يعني عنده شوية وسوسة، فقير يعني يعني إيه؟ سالك في الطريق إلى الله، يعني متخلي عن الزينة من أجل الوصول إلى الله، يبقى فقير، ده معنى الفقير. قال له بوسوسة، فقال الشيخ: عهدي بالصوفية يسخرون من الشيطان، والآن الشيطان يسخر بهم أو يسخر منهم، يعني الصوفي الحقيقي يسخر من الشيطان بالعلم، لكن الشيطان يسخر منهم بالجهل. فإذا تصوف بغير علم يبقى جاهل، يجي له بقى الوسوسة كده. الوضوء صح؟ لا مش صح كده. الصلاة مش كده. قلت أكبر ولا أكبر ولا أكبر، ويقعد بقى في تكبيرة الإحرام يعيد ويزيد، وشغلانة كبيرة، وانتوا عارفين الموسوسين وأحوالهم، يقعد في الحمام 3 ساعات علشان يلحق يتوضى لحسن الوضوء بتاعه، لو أقل من 3 ساعات مش حيم. يغسل الحنفية ويغسل إيده ويغسل الحوض، ويغسل بعد كده إيده من الحنفية ويغسل الحوض من إيده، وبعدين يغسل رجله من الأباب والأباب من رجله. وشغلانة شغلانة عجيبة الشكل، ما أنزل الله بها من سلطان عند العالم الجهل اللي مش فاهم الوسوسة دي. فعلشان كده الشيطان يسخر منهم، واخد بالك؟ الشيطان يسخر منهم على طول، ليصعب عليه العبادة، يقوم ما يعرفش يجتهد. هو ربنا مسهل عليه العبادة، كان بيصلي 1000 ركعة. طب أنت روح اتوضى بقى، هتصلي 1000 ركعة إمتى يا مسكين؟ ده أنت بتقعد في الوضوء نهر النيل ما بيكفكش. الله. وسمعته يقول، سمعت أبا العباس الكرخي يقول: سمعت أبا عبد الله بن خفيف يقول: ضعفت عن القيام في النوافل. ما هو كبر، وصل بقى 104 سنة، فضعف بقى عن القيام بالنوافل اللي متعود عليه وهو شباب. فجعلت بدل كل ركعة من أورادي ركعتين قاعدا. الله، خلاهم 2000 بس هو قاعد، بدل ما إيه؟ شغل كبير قوي ده. ناس سبحان الله. شوف انت لما تقرا هنا بقى تعرف انت اين مقامك، وتعرف انت اين انت في امة النبي دي اللي مليانة اكابر وعلماء واولياء. فلا تتعجل انك انت يعني تصل الى ما وصلوا اليه، ولم تقدم ما قدموا، ولم تفعل ما فعل، الا ان يأخذ الله بيدك بقى ويطوي عليك المسافة. فنسأل الله بتوفيقه ان يطوي علينا المسافات، فنحن اضعف من اننا نفعل ذلك. يأخذ بأيدينا إليه سبحانه وتعالى بكرم. بيقول: ضعفت عن القيام في النوافل فجعلت بدل كل ركعة من أورادي ركعتين قاعدا. للخبر صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، بالرغم أنه فقيه شيرازي، فقيه شافعي أصولي، وعارف أن الحديث ده للقادر على القيام إذا صلى من قعود يأخذ نصف صلاة القاعد، عارف كده فقها. لكن العاجز عن القيام وصلى قاعدا ياخذ الثواب كامل، مش كده برضه في الفقه؟ لكن هو من كمال الاجتهاد ما تعاملش بالفقه،
تعامل بكمال الاجتهاد والهمة العالية. فهمت ازاي؟ ادي المسألة. ونقف على سيدنا ابو الحسين بندار بن الحسين الشيرازي يوم السبت القادم ان شاء الله. احنا هنستمر مع بعض كل سبت لحد ما يجي رمضان، اجازة رمضان، وبعدين نبتدي نشتغل من شوال ان شاء الله. فضيلة الشيخ، كيف يعرف المريد انه انتهى من مقام الى مقام من مقامات من الايمان والصبر والايه والرضا؟ مش مهم يعرف، مش مهم خالص يعرف، هو المهم يبقى مع الله. مش مهم تقعد تعرف، المهم تعرف عيوبك، المهم تعرف العوائق اللي مكبلات عن الوصول الى الله. بعد كده اترك نفسك لربك، لم تصل بجهدك، سوابق الهمم لا تخرق اسوار القدر. مش كده برضو قايل كده في الحكم ولا لا؟ والله اعلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل افضل صلاة على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون.